سلام الله عليكم ورحمته وبركاته محترمين اليوتيوب. لو انا نسيت وانت نسيت وكل العباد نسوا فرب العباد ما بينساش. ايه اللي عملته سمية وعماد؟ سمية الزوجة اللي عندها 38 سنة اللي اتجوزت راجل سباك على قد الحال في قرية اسمها قرية الخيرية التابعة لمدينة ومركز المنصورة. ايه اللي عملته هي والعشيق علشان يقتلوا الزوج اللي شغال سباك على باب الله ودايما بيطلع من بعد الفجر ما بيرجعش غير اخر النهار علشان يجهز لها لقمة هنية ويأمن مستقبل ابنهم الوحيد اللي كان شاهد على الجريمة لكن اتهدد من العشي. طبعا هنحكي لحضراتكم القصة باختصار. في قرية اسمها قرية الخيارية في راجل اسمه السيد عباس، الراجل ده سباك وعنده 47 سنة، ربنا كرمه وطلع احد الدول الخليجية وعمل قرشين ونزل القرية اللي عنده اشترى حتة ايراد كده وبناه بيت صغير واتجوز سمية في الوقت ده اللي كان عندها تقريبا 21 سنة، لكن كان في نفس القرية واحد اسمه عماد يعني مقتدر حبتين كده ودايما شغال في مزارع الفراخ. هنا عجبته سمية لكن الزوج ما كانش لسه استقر في القرية بتاعته وكان طارة موجود هنا في مصر وطارة موجود في احدى الدول الخليجية، فكان في علاقة ما بين سمية وما بين عماد اللي هو العشي، وهنا كانت القرية كلها بدأت انها يعني تشم خبر. وفي الوقت ده بدأ يستقر اللي هو الزوج اللي كان شغال بره بمهنة السباكة، بدأ ان هو ينهجها هنا في القرية بتاعته والقرى اللي حواليه. لكن في الوقت ده سمية كانت ذكية قوي لان الكلام بدأ ينتشر في القرية فبدأت انها تبوظ العلاقة او تدب المشاكل ما بين السيد واخوه محمد اللي هو الاخ الوحيد. يعني بدأت بقى تقول ده هو بيقول ده هو بيعيد ده هو بيزيد علشان تفرق ما بين الإخوات، لأن كان دايما محمد عباس هو اللي يروح لسمية ويقول لها احفظي عرضك احفظي غياب جوزك. لكن في الوقت ده السيد استقر هنا في مصر وقال خلاص انا هفتح دكان صغير كده على قد الحال وهبدا ان انا اشتغل بالمهنه بتاعتي. فهنا طبعا النار قادت في قلب سميه، خلاص ده الكلام ممكن يوصل السيد وهنا الناس ما بتسيبش حد في حاله. في الوقت ده قدرت سمية انها تقنع جوزها اللي هو اسمه السيد ويروحوا في مكان تاني ان هم يسيبوا البلد. ايوه يسيبوا البلد، وبالفعل نجحوا ان هم يعني يبعدوا عن القرية بعض الكيلومترات ويشتروا بيت ويقعدوا هناك فيه. لكن العلاقة يعني بعيدة، مفيش ود ولا في اللقاء ما بين السيد واخوه الوحيد محمد عباس. هنا خلاص بقى حصل مشاكل بين السيد وما بين محمد وهنا انفصلوا بقى عن الود والقرابه والحاجات دي وصله الرحم وكل واحد عايش في حاله لمده في حدود سنتين او سنتين ونص. هنا بقى الزوجه اخذت زوجها وابنها الوحيد وراحوا قعدوا في قريه بعيده حبتين علشان يعني يكون الوقت بقى متاح ليها ومقابلات العشي. وطبعا الحاج سيد اللي عنده 47 سنه طول النهار والليل شغال في بلاد الله. لكن الحاج سيد اختفى. طب الحاج سيد اختفى فين؟ طب راح فين؟ هنا الجيران اللي هي في القريه الجديده بداوا ان هم يسالوا سميه امال ابو كريم فين؟ تقول لهم ده هو الشغل هنا تعبان، ده هو بدا ان هو يشق طريقه وعلشان يعمل حاجه لابننا وطلع تاني بره احدى الدول العربيه. خلاص الناس سالوها مره واثنين وثلاثه وكل ما حد يسالها تقول لهم ده السيد فين؟ سافر بره تاني علشان بقى ايه تسكت الافواه ومفيش حد يسالها. طيب هم اتنقلوا من مكان واخوه اللي هو محمد عباس اللي هو اصغر منه بثلاث اربع خمس سنين قاعد في قريه اسمها او في منطقه اسمها مدينه الفردوس، واكيد يعني اخواننا من الدقهليه عارفين الاماكن اللي احنا بنتكلم فيها. خلاص بقى السيد صله الرحم ومفيش حد بيسال عليه ولا حد بيطل عليه من اهليته وخلاص السيد بقى اعمل فيه اللي انا عايزه. طبعا اختفاء السيد ما كانش مسافر بره ولا كان رايح سفريه ولا حاجه، لا ده السيد كان اتقتل من مين بقى؟ سميه وعماد اللي هو العشي.
بدأوا ان هم يرتبوا عماد كان بيروح لها في بعض الاحيان متخفي، وطبعا يعني كان السيد راجل على عنياته، الكلام بيجي لحده ويقف، يعني ما كانش شاكك في الزوج. طب انتوا اجرمتوا اللي هي الخيانه وارتكاب الرذيله، لازم تطلعوا من جريمه لجريمه اكبر. طب جريمه الخيانه او الزنا بينكم وما بينه ربنا سبحانه وتعالى اللي هيحاسبكم عليه، طب جريمه القتل اللي تمت. هنا طبعا حددوا ميعاد لارتكاب الجرم، السيد السباك جاي في اخر النهار مرهق وتعبان، وبدات الزوجه انها تدسله بعض المخدر او العقار في الوجبه بتاعت العشاء. الراجل اتعشى والراجل بدا ان هو يحس بدوخه وبدات انها تخر قواه، اتصلت على العشيق عماد. عماد بقى ده اللي كان متعود ان هو يروح البيت، كان متعود كمان انه يمارس العلاقه دي قدام الابن اللي عنده في الوقت ده 17 سنه، كريم. ايوه زي ما حضرتك سمعت كده، زوجه وعشيق خاينين وولد في وسطهم خاين اللي هو كريم. قدروا سميه وقدر عماد ان هم يخنقوا الزوج اللي هو السيد رحمه الله عليه، وطبعا كانوا قاعدين في منطقه يعني رمليه، يعني سهل الحفر فيها بسرعه. في الوقت ده بقى علشان عماد يكون قريب من الزوجه سميه، يعني طبعا انتوا لو شفتوا بقى يعني المنظر ده وده وده، يعني مش عارف عيش ايه وبطيخ ايه اللي الاتنين بيعشقوا بعض عليه. هنا طبعا عماد ان هو بدا ان هو يشتري مزرعه صغيره كده علشان يكون جنب العشيقه بتاعته. طيب هنا بعد ما انهى حياته امام اعين ابنه، قدام عينين ابنه، ايوه، بدأوا ان هم يجيبوا تروسيكل ويحطوه ويلفوه في بطانيه، وجم عند المزرعه اللي عماد شاريها في القريه علشان يكون قريب من سميه، وكان سهل الحفر بسرعه. بدأ عماد وسميه يحفروا امام المزرعه دي، وبالفعل تم دفن الجثمان. طب خلاص القضية اتقفلت على كده، ومفيش حد يعرف السيد موجود ولا مش موجود، عايش ولا ميت. كل ما حد يسألها من أهل القرية السيد فين؟ لا ده سافر بره، وإحنا طبعًا متعودين إن السيد جوزي بيقعد بالثلاث أربع خمس سنين. القضية فات عليها في حدود سنة ونص بالظبط، ومفيش حد يعرف حاجة عن السيد، والولد عارف إن أبوه اتقتل واندفن قدام عينيه، وعارف إن أمه كانت خاينة للرب قبل العبد، والولد ساكت. تفسير لسكوت الولد ايه؟ ان عماد كان مهدد الولد اللي هو كريم، لو اتكلمت او فتحت بقك بكلمه هتلقى نفس مصير ابوك اللي هو السيد السباك. خلاص الموضوع اتقفل على كده، وما عادش حد بيسال على السيد، واستغلت الزوجه الفراق والخصام ما بين السيد واخوه الوحيد اللي هو محمد عباس، قاعد في منطقه اسمها منطقه الفردوس. يعني الموضوع ما عادش حد هيشم عنه خبر. لكن يشاء ربنا سبحانه وتعالى قبل اكتشاف الجريمه بايام كان حالل علينا شهر رمضان المبارك، محمد اخوه قاعد في المسجد، يعني على حسب التحريات والتفاصيل اللي حكاها محمد، قاعد في المسجد وسمع امام المسجد وامام الخطبه خطبه الجمعه ايه صله الرحم، وبلاش انها تيجي من حد تاني، لو انت زعلان مع حد صالح اخوك، واحنا داخلين على شهر رمضان المفترض شهر الرحمه شهر المغفره شهر العتق من النار، واخدين بالكم؟ فأنا طبعا محمد الكلام أثر فيه من كلام الإمام بتاع المسجد، وتاني يوم على طول ما كدبش خبر، قال أنا هروح أصالح أخويا، ويعني صلة الرحم وإحنا ملناش غير بعض، وإحنا إخوات وما ملناش أخ تالت، وإحنا اللي باقيين لبعض. علشان محمد عباس يروح للعنوان اللي أخوه قاعد فيه، وأول ما دخل كده يعني ناقلين في القرية دي من ثلاث سنين، ومحمد ما راحش زار السيد، فإيه اللي هيجيبه في الوقت ده؟ فطبعا محمد عباس سأل على بيت اخوه الجديد وبدا ان هو يروح البيت. هنا طبعا لقى راجل غريب اللي هو مين؟ عماد. عماد بقى بيتحرك في البيت كانه صاحب البيت، كانه صاحب الايه؟ البيت. ده في نتائج حصلت بعد مقتل السيد، ان الزوجه سميه اتجوزت بدون عقد ولا عرفي ولا شرعي، وكمان الاكبر من كده ان سميه خلفت في الوقت ده، وقت ما كان محمد عباس راح يبص على اخوه، خلفت بنت اسمها سما عندها 3 4 شهور. طيب محمد عباس اللي هو الاخ الوحيد للسيد اخوه راح يسال عليه، سال الناس بيت السيد فين فين فين، لا هناك. بدا ان هو يقرب علشان يلاقي الراجل اللي هو عماد العشيق قاعد في البيت بيتصرف كانه صاحب البيت. قال لا ده مين الغريب اللي هنا ده؟ فبدا محمد عباس يقول له انت مين؟ فقال له انا عماد جوز الست، يعني كان فرحان وهو بيقول جوز الست سميه. جوز الست سميه، فهنا طبعا سميه كانت موجوده في البيت،
طلعت بسرعه وبصت لقت محمد عباس. ايه اللي جابك يا محمد؟ وقامت غمزه لعماد. يعني ايه غمزه لعماد؟ انه يعدل كلامه، يعدل اقواله. فبالتالي بدا عماد يقول له ده انا صنايعي هنا وجاي بشطب شويه تشطيبات ومش عارف ايه، ويطلع الولد اللي هو كريم اللي متحفظ امه حفظته في لمح البصر. مين عم محمد؟ تعالى اتفضل، ده عم عماد بيصلح لنا بعض الادوات والحاجات دي كلها. طب ابوكم فين؟ مش مشكله بقى عماد ولا مش عماد، ابوكم فين؟ قالوا احنا ما نعرفش عنه حاجه من سنتين. يعني ايه؟ يعني سافر بره؟ ما نعرفش. طب هو قاعد هنا؟ ما نعرفش. طب انتوا زعلانين من بعض يا سميه ولا ايه؟ قالت له لا، ده هو من سنتين سابنا وحلف علينا وساب لنا الجمل بما حمل وغادر المكان. هنا طبعا محمد عباس ما كانش متوقع ان ده يكون عشي. محمد عباس كانت الزوجه سميه مش متوقعه ان هو يزورها في يوم من الايام، اقل حاجه انه يتصل على التليفون اخوه، ان ما ردش يتصل على التليفون امه او ابنها حتى كمان. فهنا طبعا محمد عباس ما كدبش خبر، طلع على طول على قسم شرطه اول المنصوره علشان يحرر بلاغ بالواقع. اخويا مش لاقيه، اخويا لما رحت بيته لقيت واحد تاني اسمه مش فاكر اسمه ايه يا بيه، لكن في اول سؤال قال لي انا جوز الست. وطبعا يعني خرجت هي من داخل البيت وطلعت كان معاها طفله كده، سمعتها بتقول لها اسكتي يا سما او بتدلع فيها يا سما، عندها في حدود 3 4 شهور. هنا طبعا رجال المباحث والجهات المعنيه ما كدبتش خبر، لان ده يعتبر بلاغ، بلاغ بتغيب شقيقه الوحيد اللي هو السيد عباس، عنده 47 سنه، وكان الراجل ده طيب السيره والسيره بتاعته حسنه. هنا طبعا محمد عباس اتهم الزوجه سميه والراجل اللي هو ما يعرفش اسمه ده ان هم وراء اختفاء الزوج، علشان تقوم قوه من رجال الشرطه ويتوجهوا الى البيت المقصود به محل البلاغ. اول ما يتم استجواب سميه فين جوزك؟ ما نعرفش عليه. طب اتفضلي يا هاني اركبي معانا البوكس لعربيه الشرطه. وكان العشيء مش موجود او حس بخبر ان في المباحث جايه هرب، والولد الصغير كمان هرب، لكن بتقنين الاجراءات ونصب الاكمنه في كل مكان تم القبض على عماد وتم القبض على الولد كمان. هنا طبعا النيابة العامة بتستجوب كل واحد من وراء التاني، وكانت على طول يمكن التهم المباشرة ليهم مقتل السيد عباس. يعني ما قالهمش بقى ان ابوك غايب ولا مش غايب، لا ده خدوا واحد ورا التاني، وده اعترف وده قال وده زاد وده عاد، وعلشان كده انهار الولد، الولد اللي اعترف على الاتنين، اللي اعترف على امه العشية واعترف كمان على عماد العشية. ابوك فين؟ قال لهم من غير ضرب ومن غير اهانه، انا كنت عارف كل حاجه وكنت بشوف امي بتمارس الرذيله مع عماد، لكن عماد كان بياخدني اشتغل معاه في المزارع وكان بيراضيني بقرشين، وهددني كمان لو اتكلمت كلمه او اتنين انا هيكون مصيري زي ابويا، فعلشان كده انا كنت خايف يا سعاده البيه. طبعا بارشاد المتهم او اللي هو الولد بقى اللي هو كريم اللي عنده 17 18 سنه على مكان الجثمان بعد ما نجحت قوات الامن في القبض على عماد والزوجه وكريم كمان. طبعا ارشدهم على المكان وبداوا ان هم يحفروا المكان. طبعا كان وقت يعني وسط ذهول وسخط ولغط من كل اهالي المنطقه، ربنا ما يكتبها على اي حد، لان الجثمان ما لقوش فيه حاجه، لو الجثمان يدوب هيكل عظمي فقط لا غير. صراخ وعويل من كل اهالي القريه والندبه على الزوجه انها هي الخاينه، وعلشان كده جرت درجات درجات دعاوى في القضيه في محكمه المنصوره الجنائيه علشان يكون الحكم على سميه العشيقه وعلى عماد العشيق بالاعدام شنقا، لكن الولد اخذ 5 سنوات للتستر على القضيه. فهو هتفكر انا او انت او هي او هو ان احنا ننسى، ففي رب العباد استحاله ان هو ينسى، ومفيش حق بيروح ولا بيضيع وراه مطالب، وربنا سبحانه وتعالى ما قبل الظلم على نفسه فحرمه على عباده. ده كانت قضيه كنا اتكلمنا فيها من فتره كبيره قوي، لكن وصلنا للقرار المحكمه الجنائيه في امر المتهمه والعشيق بتاع اللي هو عماد. طب خلاص انتوا الاثنين يعني زي ما احنا بنقول كده مولعين الكيمياء في الدره ومركبين المراجيح وبتاع، خلاص دي امر انتوا وشانكم، ليه تنقلوا جريمه في حق انسان ملهوش اي ذنب، يطلع من الصبح من بعد الفجر على لحم بطنه علشان يشتغل ويوفر لقمه عيش وجنيهين علشان يرجع للزوجه الخاينه ويرموهم في حجرها علشان تصرفهم على العشي. شفتوا نهاية الحرام؟
اكيد يعني دمار، خراب بيوت، خلاص الزوج اتقتل والعشيقه هتتعدم، وهنا اللي بيدفع الفاتوره هم الاولاد. لو وصلت معايا لنهايه الفيديو فاحنا بنشكر كل الحبايب، وبنقول لكل حد لو زعلان من اخوك، زعلان من امك، زعلان من ابوك، ابدا انت بالسلام وابدا انت بالمعروف. دمتم بخير، كان معاكم مجدي البلاوي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.